بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والمختار أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع. بل والمختار ديسان وأن الناسخ قبل تبليغه صلى الله عليه وسلم الأمة لا يثبت في حقهم. ناسخ هاتو قيوب في أغمار صلى الله عليه وسلم فلا مشتا تبليغي بإيمان نكردو بأمد نكردو بالنسبة إيمو هج ثابت نبو إيما عمل بو حكماء كين كمنسوخ شل ذاتي خويا في أغمار صلى الله عليه وسلم في زاني وبرام تبليغي بإيمان نكردو إيما توين عملي بيبكين. ولله المثل الأعلى. قانون شرواه قانون تاب خلقه كان نقي ينري لجريدين رسمي ونقل لجريدين محلي شو يسجل جريدين رسمي عراق وسا وقائع بو يسا ما نشتش يعني نا وقائع هم دولة كردية وقائع كردية حتى لو وقائع بلا ونكريات وقانون جاري نبو لسر خلق باش برام. بل وقيل يثبت قيل لك ليه ثابت به بمعنى الاستقرار في الذمه الذي ما انا ثابته للامتثال انت ما في ما نجيش به امتثال ايش بك بلا الذي ما انا ثابته. القول المختار اويا اما شرحك يا بلا عفو. القول المختار ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا علم بناسخ لحكم فانه لا يثبت في حق الامه قبل ان يبلغهم به. هذا ويك وتبع شرح شيب كما هو لعدم علمهم قبل التبليغ ما يجي علم ما بينا قيوه. وقيل هو حكم قد تجدد ساتازبوت ولا إخوة فيثبت ويستقر في الذمة لازم ما كالنائم وقت الصلاة وكنائم يسمى باني داوة منش خوتوم أمام لازم ما نوجك السابد بوه ولا عن ذلك وجوب الامتثال أما معناه واني وجوب امتثال. بعض الحكايات هي خوشة بتام جرمو ملا أحمي قرزيل خوان أصلا كرم تنين باوشي ما وصا ريبوارو ما وصا سلام مدرس ما وصا سلام ما وصا فاروقي مزقوتي أصلا خوان قرزيلين بس تنتي لقرزيل بو جاني هلا قرزيل بو بيان ملا أحمي قرزيل بيش قرزيل ما ويلا بيان جنغوز بو بيان جنغوز لبناري أجدا خاي ناش هاخي اجدا ناو جرجي جرميان بدايتي جرميان سانغاو تي بريني تشتا اجدا اجدا حدودي فصله لبيني سانغاو جرميان تشتا اوديو او بيانجنغوس بيانجنغوس شاخي او بيانج بانجي هي تطول كي كان بيان بيانجنغوس او شهرزا بيانجنغوسيا فرموي امام اوس سلام بو جرام باو تشي شي بو اوس سلام جراو تو كليب دروش سليمان لوي بوا دروش بوا بروش بوا شاخه داروش تي كروت و تي با نيوش چي ني ورو با حكم چو مزگوت مزگوت گي پيان جنگوس من دي و مزگوت كو كار زكم دي و مزگوت كا لگل كار زكا ليرو بو دوكان كه يو زيات لي شبي يعني بلن بو مزگوت شي عمر نه بلن بو دوكان كه اكبر و انا روي بپي تو زكيش بشاخه خلاص ني مزگي تا كار زكا دز ني جاگري تو بو وتي ملا احمي قرزل شو ناموز قوتك بانيا بانيا نيوش جماعتي عن كرت سليمان لريزي دوا دوا خوتبو خبري نبو وتي انا خبري كنت انه والله خبري ما كانوا تكليفي شرعي لسر النية رانا لو شاخبو بيو لدارو معربو اخوة ما عندو خبري ما كانوا وتي خبري عن نكردو جماعتي عن كرت ليبونو اما ما هو سملا احمي اخوي واقعي عكيمة شاي اخوي بينيو خبري عن نكردو وتي لا يستي عن بس نذر أهل جماعة ما مساو أهل جماعة أوسري برس كردو تي ملا أحمد بانك تان دا تيري والله تي نيوشش تان كرد تيري والله وتي إسا بانك محمدي دراو نيوش جماعة كرا صلاة خوري نو صلاة عم مخصي خويت سليمان تي والله جا دلما ناو خبري كنت من لو شاخ أبوه با خبري نكينو وتي دو أخوا خوي مرقة ملاح منروي قرنا زانا كم خرزاري روج قيامتهم بيتها كم دزنيو جاقرم يمو ياسين كم خيانة كروتي مع مسلمان ساق وسلام ها دزنيو جنبو خوتوا اتو بلمكا بلمكا خوتوا دزنيو جنبو وتي كرة مع مسلمان بيعي شاك بتو ساق وسليم ومردني وتي قسم بخوا خوي مرقه
خەڵزاری ڕۆژی قیامەتم بێ بێ ئالیرا بۆسی تاشم دەستنوێژەکە لەم حوزەکەیشیان دوورە بە چارەکێک ئەتا ئەچی تو یێ تۆ دەستنوێژەکردی بەخوا پیاوی ئازا ئەمجا بە چارەکێ تۆ وتی وەڵا مەلا ئەحمەوی خوس ئەمری واقیع دانیشت تا سلێمان چوو دەستنوێژی گرت و هاتۆ وتی مەلا ئەحمەو ئەگەر کەسێ تەمەنی کەمما بێ فەرسکا یا سونەت وتی وەڵا گرەوەنە دڵنیای لە مردنی خۆ فەرزەکە بکە وتی فەرزەکەی کرد و ڕاکشا لە بەردەمی مەلا ئەحمە وتی مەلا ئەحمە یاسینم خوێنە دەستی کرد بە یاسین خوێنی وتی سوێن بە خواگەییە وە ئیلەیهی تورجەعون و یانی سلێمان دەرچوو باب ئەمە دەروێژ بوو تو خوا گوناح نیە بەو دەروێژە بڵێ ئەمە بیدعەتییە ها ئەرێ وەڵاو واقیعەکە مەلا ئەحمە خۆی بینێتی بۆ سەلامی کوڕی گێڕاوەتۆ بیزدان ئیسە سەلام سەلەفیە بەڵام ئەو واقیعەیشە جەرەت ئەرێ وەڵە ئەوە باسمان لە چی بۆم هات لا بله كان نائم وقت الصلاة ولا يعني ذلك وجوب الامتثال والجواب أن التمكن من الفعل لا بد منه شون لسري واجب تمكن لفعل لا بد أو تبليغي هل في النقيوة تمكن لشوب فقيرة وإلا كان تكليفا بالمحال أو خبري في نقيوة تبليغي في نقيوة تكليف محالة قبل لازم تكليفي لسربية والتمكن قبل التبليغ منتفي نية هر نية جاء لا لعدم علم المكلف فقط ولا بهر مكلف علم في نية بل لعدم تمكنه من العلم به أو أقل الرأي في غمرون به لشوب أو علم يدسكوه خو ما تلفون نية تلفون كابو خوي تعالى بله خبر شتاء زهاتو أنا هاتو أي وذلك شرط التكليف أي تمكنيش شرط تكليفه والنائم جاء فرقك عليه وقياسي مع الفارقة أو كردوتانا والنائم وقت الصلاة يعلم قبل ذلك أنه مكلف ولم نائم قبل الصلاة زانية مكلفة وخوتو وخبري نبوتو بخلاف ما نحن فيه بله أما الزيادة على النص فليست بنسخ زيادة لسر نص نسخ نية خلافا للحنفي أنا لنا قال نص زيادة كرد زيادة بود رزبو خاوة هنا أو نسخة وما شيء ومثاره هل رفعت شيئا أم مشكلة سازان ومثاري أم يعني مثار خويس في مكانه يعني أو شو هنيك ثوراني أم خلافيتي عبوه أم خلافيتي هل قلعوه تيا دروزبوه هل رفعت وإلى المأخذ عود الأقوال المفصلة والفروع المبينة ها شيء نخير غلطه والفروع المبين المبينة يا مبينتي سبوان دريك وكذا الخلاف في جزء العبادة أو شرطها ورنا سر شرحك برقة براور دي كان لقل متنك توزي عالوزا لهذا أبو أم كلمة زيادة نسخيانا جوانب وتفاصيل تتعلق بفروع فقهية كثيرة وسنحاول الاقتصار على شرح كلام المصنف مع إضافات وبعض الملاحظات هر كلام مصنف شرح كينو كمال إضافات شي بداني الزيادة على النص لا تعتبر نسخا أما نسكه باشا برام نسخا له وهذا رأي الشافعية والحنابلة وكثير من المعتزلة سواء كانت الزيادة زيادة جزء كزيادة ركعة في الصلاة يعني بلين ركعتك لنيوجك زياء كريم مثلا في صلاة وجلدة في حد زنا هشتا حد زنا صلاة أي كين بس صويك مثلا أم زيادة شرط كالطهارة للطوافي طواف مثلا بلين بيشتر ببي دزنوش دروز بو إستا نصك زيادة كتيا دروز بو دزنوش معنها ببو طواف مثلا وقالت الحنفية إن الزيادة تعتبر نسخا نخل زيادة فيدابو نسخ بو نصي بيشو ومنشأ الخلاف بينهم أما براوردك نال ومثاره يعني منشأ مثار معنى منشأ ها؟ خلاف بله ومنشأ الخلاف بينهم وبين غيرهم لبين حنفي وغير حنفية هو أن الزيادة هل تعتبر رفعا للحكم فتكون نسخا أي زيادة ك يعني باعتباري فيها كان بويك الرفع بحكم سابق يعني رفعنية ومثاره هل رفعت يعني هل رفعت الزيادة الحكم السابقة أو معناه كي
باش برام أم لا تعتبروا يا النخير أو هنا أو زيادة رفعني أبو حكمه فلا تكون النسخة نسخني أو كشافعي كان عليه وإلى كون ذلك رفعنا وغير رفع تعود آراء العلماء آية أما رفع وإلى المأخذ يعني وإلى كون ذلك رفعا أو غير رفع تعود آراء الأقوال وأقوال كان هم يقرأتوا أبو أبي الأقوال المفصلة باش برام تعود آراء العلماء في تفصيل الأقوال وتبين الفروع كابو مبنية غلط مبينة ماله باش برام بينما يعتبر نسخا وما لا يعتبر تبيني فرع كان درخك شي نسخة شي نسخنية وبينما هو جزء وما هو شرط شي جزء وكر وتمان جزء وكو زياد بوني ركعتك لنيوجكا يان شرطة وكو زياد بوني دزنيوجبو طواف قال بعضهم إن النقض الجزئي بل إن نقص الجزئي أو الشرطي يعتبر نسخا أجر نقصك النص نقص جزء بو يا نقص الشرط بو لباشا جزء شرطك يبو دان را معناه واية أو النسخة وقال بعضهم إن نقص الجزئي نسخ أجر نوجك سيبو كرابة شوار نقص جزئي هبو نسخة دون نقص الشرطي بلا ما نقص الشرطي هبو بو دان را وكو طهارة بو طواف نسخني أما قصي بعض ذلك ولعل من المفيد أن نذكر هنا الملاحظات التالية أمكم والله ملاحظات أبو بيان كين الملاحظة الأولى يرى الإمام الغزالي أن الزيادة التي متصل بالمزيد ها التي تتصل بالمزيد واي ليش واي من غلط مخينه أن الزيادة التي تتصل بالمزيد عليه اتصال اتحاد كزيادة ركعة في الصلاة فهذا نسخ أما قصك إمام غزالي ألي أو زيادة كزياد كراوة بلام زياد بونك وزياد كراوة اتصال بو بما بسابقة كو اتصال كوا كوكو جزء كليها وكو لو باش برام بو باتصال اتحاد زيادة ركعة بونولا يعني قد شوار وبا بينش يعني شوارك اللغوة بس يكا كمان بينجك نا نقيا كمان دون يعني اما نوشي كي تعزيه هات نوشي سر كعاتي قال لغوة شوار كعاتي او تو كلاسك هي بيقولة على نعيبة لبري مكا ايدي بدس خزانتو دو قولي بو دروسكا و بيو دوري اي بو بتازي بو منتصر بو كلاسكا و تو نالي اما معناه اي كلاسي رابط دون سخبوي و بعملي تو ناي إيه لأن الحكمة كان ال كأن ها كان الإجزاء بدونها لأن الحكمة شو إنش حكم كان الإجزاء بدونها بيشتر سيرك عادبو فصار لابد منها للإجزاء إسا بس يدرزني هلا بتشواربي معناه إيه بيشو نسخة أما الزيادة التي لا تكون كذلك فلا تعتبر نسخا أجر وأنا بو شرط مثلا أو كشرط نسخني والزيادة التي هي بين بينا كاشتراط الطهارة للطواف أو كبين بينه شرط اشتراط طهارة وطواف نازاني آية أما متصلة فيه يعني اشتك خارج لا أو أما بين بينا وزيادة التغريب في حد الزنا حد الزنا صد داره بلام أبي لسرو صد داره كيش وتغريبش بكده كابرا سعر دور خيرت الأولاتي خوي أما آية فهذا موضوع خلاف بين الأئمة أما جاي خلافة يعتبره بعضهم نسخا ولم يعتبره كذلك آخرون باش برام ومنهم الغزالي أويك واعتبارنا كان بنسخ أم بين بين غزالي ألا نسخني الملاحظة الثانية باش برام أي ملاحظة أولا كامبو جوان بلا جوان الملاحظة الثانية ترتبت أمور كثيرة على كون زيادة نسخا أو غير نسخ كومل أمور لسر أما ترتبي كردو خوي قرت أو زيادة نسخة يا نسخنية فقد قرر الحنفية أن الزيادة على نص الكتاب بخبر الواحد تعتبر نسخا خبر واحد بكي بزيادة لسر نص كتاب ناوبر بنسخ فلم يأخذ بتلك الزيادة نبرأ أو زيادة يعني ورنكتو على النات خبر واحد ناتو يعني نص نسخ كاتو لأن لا يحصل نسخ القطعي بالظني باش برام وهنا فروع كثيرة
تعود إلى ذلك كمال فرع لسر أما بنبس به. منها لو فرعانا قول الحنفية أن الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق باشا، فهذا بإطلاقه غير مقيد بالطهارة. بعث طهارة تانية هربوا يا حنفي كان ألين طواف ما بيت طهارة الدرس ما بيت دزنش أي لا يصير شيء دزنش مش شيء لطواف تا دزنش شيء كده طواف أخوات حرزوا بيتا قتل تقليدي إمام حنفي طواف لا والله شافعي هاد دزنش كده الزور نار حتى كده دزنش مش شيء اگر مشکلو کاتا تقلید بخوا ولایت دا بمشه دنجش بگید ته ول چا و سوالی و دسپ کات اینا تو تقلید کی مله ولات وانی بلا متر تقلید یان کدو بتنیا بو مسلی افرد دسکوتن لا افرد دزنوش نشچنی هر ونه بلا ما گبشتی کی تب دزنوش شکا بای لبر بو اکثر شافعی کان چن دزنوش گنو بلا ما هنی هیچ نچی یو نادا فکر بخوا اونی مخالفات یا بینی دوری او بیتا مگر خو ابزانی باور که بدیان جربینی و متیار خوابیه پر خیلی آوا اوج نیم ولی نامی متمکین با خواهد جیری باش حالا سه دعای پر خیلی خواب حالا چه تنها روزی جماعت کم بدیان جر بله لبی زور زور زیاد ربینی چون چه همون مذاهب کان تیکال باشه برام ما زور لانه دین درس کمان فهذا بإطلاقه غير مقيد بالطهارة وقيده الشافعية بها ملام الشافعي كان لم يطهارته به بطواف للحديث الذي رواه الطبراني والحاكم الطواف بالبيت صلاة أما يعني في ذوبة شيء ببالغة لسلوك كطواف بيسنجه قول الحنفية إن الله تعالى قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن أما دربارينوش وهذا بإطلاقه غير مقيد بقراءة الفاتحة أو غيرها فاتحة شبا فاتحة نخبن أما نوالن هو آية قرد لجي فاتحة هل سورة يا إخواني فأحانا في والد وقيده الشافعية بها لحديث الصحيحين لا صلاة لمن يقرأ لفاتحة الكتاب لمن لم يقرأ بل وانية إلى غير ذلك من الفروع شتي تريج زور الأنبار وتري عودون من يبوي هنا عمنته لكن الحنفية خالفوا قاعدتهم هذه في فروع حنفية حتى جالوا هي قاعدك دانا رحمة إخوان لبي خيان مخالفي قاعدك إخوانك منها لو مخالفاتان إن الله تعالى قال ها أن الله تعالى قال وأحل الله البيع وهذا بإطلاقه شامل للبيع بشرط وبدون شرط باش وأحل الله البيع أو بيع الشرط بيع الشرط تانا بيع الدرس مطلقة وانيا وقد أخذ الحنفية بالحديث الناص على النهي عن بيع وشرط كشي حديث بالحديث على النهي وقد أخذ الحنفية الدب ومخن الردي وقد أخذ الحنفية بالحديث الناص على النهي عن بيع الشرط بيع وشرط نعم بيع وشرط شاكي كان كلامينية بيع وشرط نولا نيتي بيع وشرط بله ديباوان تواو الملاحظة الثالثة يعني لو مخالفي قاعدة كي خيان كردو الملاحظة الثالثة يرى بعض المحققين أن بعض الأمور التي وردت في القرآن مطلقة وإلى إيش لا يعتبر نسخا إذا ورد ذلك في سنة صحيحة لأن ها إذا ورد كذلك نخل إذا ورد ذلك إذا ورد ذلك في سنة صحيحة لأن الله تعالى شرع أصل العبادات وبعض العقود ثم أمر الرسول أن يبينها بتفصيل الأركان والشروط وغيرها أما الزيادة على النص أو النقص منه فينبغي النظر في الفرق بين زيادة جلدة في حد الزنا يا جلدة في حد الزنا مثلا وبين التغريب فيه وكذا ما يشبه هذا من لما تيجيشتن الملاحظة الثالثة يرى بعض المحققين أن بعض الأمور التي وردت في القرآن مطلقة لا يعتبر تقيدها نسخا بعض الأمور هي لقرآن ومطلقها توه
بلام أقل له للايك ترى مقيد كرا أو تقيدا نسخني إذا ورد ذلك في سنة صحيحة أجر أو تقيدا لسنة الصحيحة أبو ضعيف نبو لأن الله تعالى أبو بوشي أما نسخني حديث حديثك حديث مقيدك بو ناسخني بو قرآن مطلقك ألي باوكم چونك خواي تعالى أصل عبادتك مواجب كردوكو نوش مثلا يا بعض عقد وكو بيع لباش أمري كردو بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو بو ما تفصيل كاو أركانا كان من بو دامن يوكو حج ونوش وزكاة وأمانة دي أو زيادة كبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميوتي توضيحة وكو تشبيهنا بتوضيح قانونكية تعليمات قانونكية باشا برام تشبيهنا بي ولله المثل الأعلى تزيادي بكا بيغمبر يعني نقصي بكا أو كواب إما تماش لازمة نظر بكين وتماشا بكين فرق لبين بعض القيودة مثلا لقيدك جلد زيايك ذو نصر جلدك عن القرآن أما جاي لويك مثلا بعض الشروط وشد زيايك كردو يعني تغريب زيايك كردو يعني أمانة أبيل لك والينو إلي قلاب كريه همو زيادهيك بيغمبر صلى الله عليه وسلم نسخني بقرآن أي لحالك وبحالك ترى قوري تنشي أو خواه أمري فيك دو تفصيل ما ببدا أي لتفصيل كان زيادة جدول سبيه نقص جدول سبيه خاتمة لمبحث النسخ باش برام أما خاتمة يكا بو مبحث نسخ يعتبر الناسخ بتأخره وطريق العلم بتأخره يتعين الناسخ وايا يتعين الناسخ بتأخره وطريق العلم بتأخره الإجماع أو قوله صلى الله عليه وسلم ناسخ بشي دياري أكري بو دياري أكري كان ناسخ بدواي منسوخة هاتبه باشا بشي بزانين أما لدواء هاتوا زانيني أو بدواء دا هاتنا يان إجماعي علمايا يان قولي في غمرة صلى الله عليه وسلم كفرمي هذا ناسخ أو بعد ذلك وايا هذا ناسخ أو بعد ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ يا أبلي أو بعد ذلك يعني بلي أما دواء أو داب الزيوة آوة أو كنت نهيت عن كذا ففعلوه وكو آية حديثك إن نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها أو النص على خلاف الأول نص كاتو لسر خلاف نصيكم أو قول الراوي هذا سابق يا الراوي شي معتبرة ألي أما السابق وإتري اللاحقة يعني أنا معتبر ضميه نص يا كسري كامة أو النص على خلاف الأول بخوة لا يمنه جنيه بس بي أو النص به ضميه بو أو بعد ذا يتعين الناسخ بتأخره وطريق العلم الإجماع أو بعد ذلك أو كنت نهيت أو النص ولا أي النص على خلاف الأول لري جنيه أو قول الرأي بل عطف بوسر الإجماع ولا أثر لموافقة أحد النصين للأصل يجري نص كان موافق أصل به وثبوت أحد الآيتين بعد الأخرى في المصحف ترتيب مصحف شر اعتباري في ناكرة لأن ترتيب مصحف زرجان خلاف هي لقال ترتيب نزوله وتأخر إسلام الراوي يا الراوي كذب عليه درن مسلمان بوا رنج أم حديثك أخوي روايتك دوا لصحابي ولي قد بيك زور ذو مسلمان مبين وقوله هذا ناسخ يا بلي أما ناسخة بلا ما قلتي هذا الناسخ أو فرقه سألوا في معنى الله شرحك خلافا لزاعميها لزاعميهما وتأخر إسلام الراوي وقوله هذا ناسخ للناسخ خلافا لزاعميهما لا يمن سدري شكوى لا شرح حكا كامي عند رستا جاري لي قري إذا ورد في شرع نصان متناقضان دو نص متناقض ماني فلا بد أن يكون أحدهما ناسخا للآخر لا بد أبي إيش ناسخ بيش منسوخ به إذ لا تناقض فيما ورد به شرع أو يكل شرعها تشون تناقض رؤى دال بينن والمنسوخ هو المتقدم ورونة أبي متقدم منسوخ به والمتقدم يعرف بالنقل بنقل كوا نقل عن بوكر دوين كأما ناسخة وقد بين العلماء الطرق الصحيحة لمعرفة الناسخ
أو طرق صحيحة شيء ما وسام حمر منها لوانية إجماع الأمة على أن هذا متأخر عن ذاك كإجماع بو تعزمنا تجمع بنا وتر أما يك دو قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا ناسخ أما دو أو يقول لو تأويت يعني أو بعد ذلك لشرحك بل أو يقول كنت نهيتكم عن كذا ففعلوه أو يقول هذا بعد ذاك جوان أما فاشو فيش يخذتوه بل أما دواي أوي أما دواي أوي بل سي أن يصرح الراوي بأن هذا سابق راوي شي معتبر عليه أما سابق أو لاحقا النص على خلاف نص معروف قبل ذلك نص يكاتوا بلام أم نص خلاف النص يك كبيشتري أما زاني ومانا وناسي ومانا وايه؟ إيه أنا يوم نصنا ناسخ أبوه كان يقال في شيء معروف أنه حرام اشتيك لنا إمام متداول حرامة كتي النص داهت ولي هو مباح لأن وصفه في الزمن الثاني بخلاف ما وصف به في الزمن الأول يستلزم تأخر مشروعية في ما بستوى من زاني وو معروف متداولك حرامة كتي سمال حلالة يا عكسك ومن الطرق الفاسدة التي لا يؤخذ بها لمعرفة الناسخ قول الصحابي كان الحكم كذا ثم نسخ صحابيك عليه حكم أبو لفاشا نسخ بيو لي ورناغرني أما بو لأن ذلك قد يكون اجتهادا منه لو أنا اجتهادي خوي بي إمجا قولي صحابي شو واجبني لسليمة إيه وذلك غير ملزم لغيره وورود آية بعد أخرى في ترتيب المصحف فإنه لا يدل على أن الثانية ناسخة للأولى البو بو ترتيب المصحف اعتباري في ناكره لأن المصحف لم يرتب حسب النزول ما شبرام في غمر صلى الله عليه وسلم داينا وآوى إما نازين بشوى داينا لكما تتياي تأخر إسلام الراوي فإنه لا يدل على تأخر ما رواه إذ قد يروي عن سمعي عمن سمعه قبل ذلك شون تلواني وحديثي خوي نبي خوي لفي غمري نبي سبي صلى الله عليه وسلم من شان الله خذ من وعصم الله كريم أبو سلم لا لا قصي وبيسم كأبو يا من خملا بستاعي يا بستو مبين مشوتو يا هرنا بستولي أنا يواني يا باش برام شوار قول الراوي هذا ناسخ لكذا هذا ناسخ لكذا لاحتمال أن ذلك صادر عن اجتهاد منه أو ما نود إلا إذا قال هذا الناسخ بتعريف الملام بتعريف خالد السري بتعريف الخبر بو فإن لذلك أثرا في تعين الناسخ جنجي أو الملام التعريف أثر زيادة هي بو في ناسي ناسخك كذا قالوا خوي بدليني ماتن يا بلن شارع زور بدليني والواقع أن هذا وإن كان أقوى دلالة من قوله هذا ناسخ يحتمل أن يكون عن اجتهاد منهم لو أنا اجتهاد به هل كابراي رايو هل أمشر لراسية تعيني وقد زعم بعضهم أن هذه طرق صحيحة أيضا أما نشكو مرة طرق صحيحة والله أعلى لزاعميها لزاعميهما يعني زاعميهما وقد زعم بعضهم ولا أثر لموافقة أحد النصين للأصل دارين أخذ لشرحك لا أني الله وقد زعم بعضهم إيه؟ أن هذه طرق صحيحة أيضا يعني زاعمين لا آخر ليرا لا آخر لو أني تنيا المخصيص سيهم وشوارا بمامس تمشاك شرحك بكم زاني شتانية تعليقك يا اخوي هي محققك ثانيه قول الراي هذا ناسخ خزان بعضهم ان هذه طرق فاسده ايه اگر مو طرق فاسده بتو يكو دو سيو تشوار زاعمي هاي زعيمي هاي أجر بو قشتام شتو أجر بو أم دوانا بشتو تأخر إسلام الراوي فإنه لا يدل على تأخر ما رواه إذ قد يروي عمن سمعه قبل ذلك دوهم شوارب قول الراوي
هذا ناسخ. وقد زعم بعضهم أن هذه طرق صحيحة أيضا، والله أعلم. ولا أثر لموافقة أحد النصين للأصل متنك باشا، وثبوت إحدى الآيتين بعد الأخرى في المصحف أمدو، وتأخر إسلام الراوي أمسه، وقوله هذا ناسخ لن ناسخ خلافا. وكاب قول الله وقوله هذا ناسخ يعني خلاف بو عن قوله ناقون جي ما دام اگر زاعمي ها بي بو همو يانا چتو اگر زاعمي هما بي تنيا بو دواني اخير يانا چتو. وقد زعم بلي بعض بلي ولا اثر لموافقة احد النصين للاصل اميك، وثبوت احدى الايتين امدو بعد الاخرى، وتأخر إسلام الراوي أمسه، وقوله هذا ناسخ أمتشوار، وخالي زاعمي هذا زاي، والله أعلم. هذا الأخير زعم بعض أن هذه طرق صحيحة وخالي بالنسبة زاعمي هذا زانم خلافا لزاعميها زاعميها في المطبوع. إيه باوكا كم باشتكي دمام خيرين متواو؟ الكتاب الثاني شيء لو خن باكم السنة. الكتاب الثاني هو المباحث المتعلقة بالكتاب توا كتاب يعني قرآن. هنا يعني سر السنة كمصدر دوهما لمصادر تشريعي إسلامي. توزي بارسو كي من بود روز بكم على شد هيك لا لو يخون دوما الكتابة ليش هل توش معناته ولا رب اختصار بس يكا. السنة أقوال محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله. سنة يا قولي في غمرنية أقوال شتي أفعال شتي بله والأنبياء ليرى الأنبياء نازم ليرى واوينية لا وهيتي ها بله بس عادي أو أفعاله نية بله سر بخوي بله سنة ورونا خندو تانا لشوي انت ليش خندو تانا هو بيناسي سنة جاء والأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون لا يصدر عنهم ذنب ولو صغيرة سهوا غلطة أوى ولو صغيرة سهوا بل يعني ولو كان الذنب صغيرة أو عليت كان كش محذوفة اسمك كش محذوفة يعني سهوا شلون هذا بل موافر مي يسأل شرح كاش تكشي شفرمي يفعقن الأستاذ والشهرستاني وعياض والشيخ الإمام أو أنواع عليه. السنة في اللغة العادة والطريقة أو اللغة باش برام، وتطلق في الفقه على ما يطلب فعله من غير جزم لفقاء وعي سنة اشتكى دوما لك راو بكين وكو سنة بيجني ورو بلام جزمنا. أما في اصطلاح الأصوليين نازم من برأيك وما رشتان فرز كذو يسفيهم سيرة نازم بلغان شيء الله سبحانه ربي العظيم سبحانه ربي الأعلى لن يجع فرزه لا واجبا الله مزام إيمان من حنبري فرزنا واجبا جب نازم فرق يعني هي فرز أوي من لا فرقي واجب جهال شو الواجب والفرز لا لا حنفي كان فرقي لا لا على تركيكا فيما بسجود السهو هنا بيت لا شافعي سجود سيسوي شنو هاي هي اعتداء نازل والله كومولا اشتلين فرض واجب مسلم سلام يعني لكن يعني هنا ومن نازل دي باوانا. اما في اصطلاح الاصوليين فتطلق على اقوال الرسول عليه الصلاه والسلام وافعاله وكذا تقريراته تقريراته وتاني اشتك صحابي لبردمي في غمره كردوتي او انكاري نكردو باش ابرام لأنها من جملة أفعاله وكفي على الوايب أو إذ هي إذ هي يا شنج تقريرات إذ هي كفه عن الإنكار إيه كفه إذ هي تقريرات لأنها من جملة أفعاله بو إذ هي يعني تقريراتك إذ هي كفه عن الإكراه أخربوه نابي خبر به هي كفه ما
متن يا شرحه و شرح بل كفوه باوكم داو خبره كفوه عن الانكار ايه والكف فعل كفش فعله خوغرتنا وقد تقدم في بحث الكتاب بحث الامر والنهي وغيرهما لو بحث امر ونهي من بكر دي لباسي مبحث كتاب لرد دوباره ناكينه بود مما يشترك فيه الكتاب والسنه فلا حاجه الى اعادته هنا او بارسو تشيك ابو يما والبحث في عصمه الانبياء موطنه علم الكلام انبياء معصومين يا معصومين باسكي ايرانيه علم كلامه لكن جرت عاده الاصوليين التعرض له في هذا المقام اوان ليرا باسي انهر كردوشتك لان الاحتجاج بالسنه متوقف على ثبوت عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. تنتي ما بعصي احتجاج بالسنة كين. دي بابا قتوع عصمة النبي بين الله من شون احتجاج بالسنة كم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الذنوب الكبائر والصغائر فلا يصدر عنهم شيء من ذلك من الصغائر والكبائر لا عمدا ولا سهوا. هذا على رأي الأستاذ أبي الإسحاق الأسفرة. على رأي البو على رأي البلا. على على رأي ال بلى رأي ولا يوا لا هذا على رأي الأستاذ بلى بلى أبي إسحاق ليرى على كيني يا على بو يمكن أو إيش في يمزان من بلى هذا على رأي ال ما شبابك كم إيه الأستاذ أبي إسحاق أبي إسحاق الأسفرايني إيه شهر الثاني والقاضي عياض والمصنف والده امان واعلن وقال كثيرون ثبتت بالاجماع عصمته من الكبائر معصوم لكبائر بلان بالنسبه للصغائر وتعمد الصغائر يعني صغائر بارزو ناكن بلان اقول جيد ها رؤى دابه في اقصى بلى بلى اما امان واعلن اما غير ذلك فجائز الوقوع منهم يعني اقول جيد غير صغائر وكبائر وتفاصيل ذلك ومناقشتها في علم الكلام خماني في أمور خارج ناكل فإذا كواب لا يقر محمد صلى الله عليه وسلم أحدا تنشي أيش يشكل في غمران أفضل الشأن لا يقر أحدا على باطل وسكوته ولو غير مستبشرين بعدنا لشته مستبشر جنية مستبشر تعني بزردخنا وببيكانينا وبعدنا بيلي أوانا يعني مستبشر أو مستبشر جنية وبس بعدنا لشته ولو غير مستبشر على الفعل مطلقا في غمار صلى الله عليه وسلم بلى بلى وسكوتوا سكوتي في غمار عليه الصلاة والسلام على الفعل مطلقا هل فعل به مثلا وقيل إلا فعل من يغريه الإنكار يسهي واهي منهم تجربة مكردوة في بلى وامك سورة بزيات ليك بتايبتيك المحبتي بوتو النبي لبرو امر بشاكه ونهي نهي الاخرافه براسي في اسي بمحبته لبين طرفينا باش ابرام بو يلي قيل الا فعل من يغريه الانكار كسي انكاري لبكيتو نهي لبكي او زاتر رواتش لو قناها وقيل الا الكافره كافرنا بشنجي كافر مكلفني بجزئياتي اما ولو منافقا با كافر كمنافق شبيه لنا مسلمان عن شابيه شرنيه او بيدنموني بيغمر لا او معناه تقرير نيه معناه تأييد نيه وقيل الا الكافر غير المنافق قيل لك لا كافر سكوت لكافر تقرير نيه بلام بشرط منافق نبي بلام منافق لبرو الى دار الاسلام ايو تظاهر باسلامك بيغمر صلى الله عليه وسلم نابي لي بيدنبي شنجي او شوت الناو فردك الأفراد المسلمانان بلاشة ماشى برام ودليل الجواز للفاعل وكذا لغيره سكوتي أو سوى خبرك يتي وسكوته دليل الجواز سيدي كده أقرتو تخوانا حصر بن زاني شو زاني أعمى خبري أوي ماشى برام دليل الجواز للفاعل بوك سيكا كردويتي لبردمي في غمرا صلى الله عليه وسلم ملام وكذا لغيري ما بعد كذا مختلف فيه يعني غيري فاعلش كسب ما يشهر أبي بدليلي جواز خلافا للقاضي قاضي ونال وإذا ثبتت بلى بلى وإذا ثبتت عصمة النبي صلى الله عليه وسلم كان كفه عن الإنكار عن فعل ما لا يخل غير جاء
عن فعل ما لا يحل غير جائز نبك يا غمبر بيدن بلشتك كوا حلال نيا فسكوته على فعل شخص دليل على جواز ذلك الفعل لفاعله اتفاق وفعل كيف اتفاق وكذا لغير فاعله عند أكثر العلماء يعني إسا في غمري خاصة صلى بيدن نبو لو الشخص كان لبردم يا ضب خوارد قوشتي بزن مجي خوارد أوان اتفاقا بو أو حلال أكثر علماء بو إمش هرحلة نكهر أو ما شبرام إتن حلال إن خواجو نبي خوي باورم فيبكي يسمن يك مليون دينار برا لم فارة قوشتي بزن مجم بو ناخر إيه وقال القاضي الباقلاني لا يدل على الجواز لغير فاعله لأن السكوت ليس خطابا خطاب نيه وأجاب عن هذا بأنه في قوة الخطاب السكوت في أغمار صلى الله عليه وسلم وسكوت من تونية لقوة خطابه وسواء كان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم مع استبشاره بالفعل يعني دلخوشة بفعلك أم لا وسواء كان الفاعل ممن يغريه الإنكار على تكرر الفعل تعنتا أم لا غلطة تعنتا وعفك شو أنك يجب تعفف والله يسير إيه؟ وسواء كان الفاعل مسلما أم كافرا وسواء كان الكافر ظاهر الكفر أم منافق أما بالنسبة رأي عامه فلم أمانكم على خلاف أنت عيسى بيانك وقيل السكوت عمن يغريه الإنكار لا يدل على الجواز شنجي كابرا به تابي بلي وعمك أسول تربي باش برا إذ يحتمل أن يسكت عنه لألا يزداد تعنتان ليه شونا تعنتان إكواب أوي بيشو شي غلط شاك برا وقيل السكوت عمن أو تواب وقيل وكذلك السكوت عن الكافر الذي كفره ظاهر شنجي كفري ظاهرة مكلفني بجزئيات الإسلام إيوانية بخلاف المنافق الذي تجري عليه أحكام المسلمين شنج منافق متفرد الأفراد إما ما تقدمه هو الراجح أو الراجحة عند المصنف وآخرين وقال كثير بلام زورك ألين من المحققين أن السكوت عن الكافر إن كان عن فعله إن كفر عن فعله غلطة والله إن كان عن فعل كان بلى يعني شيء انكفر ولا اخويا عفيك تبي هالتيك داون اذن بوينك ولا شوية ان كان عن فعله بلى باش ابراهيم تشاكي كان ولم تكتو إن كان عن فعل أجر سكوت لكافر في غمري خاصة صلى الله عليه وسلم بيدنج مولا فعلك كافر علم أن الكافر علم وايا أن الكافر يفعله عادة يعني أجر أو فعل أجر في غمري إيش بيبوتا وامك هر أي كر كذهابه إلى الكنيسة يعني كفي غمري خاصة صلى الله عليه وسلم بقاوري ولا ما شو بكنيسة بخا بقصيناك هو قاوره هر شيء لبرا أو سكوت فالسكوت عنه لا يدل على الجواز شاك برام وفعله غير محرم للعصمة وغير مكروه للندرة وما كان جبليا أو بيانا أو مخصصا به فواضح وفيما أو ما يبيكن بوا وفيما بل وفيما تردد بين الجبلي والشرعي تردد بين سر شرحك وبراود ديك اللي قال متنك بوي جوال متنك تيبقي فعل النبي صلى الله عليه وسلم غير محرم لأنه معصوم عن فعل المحرمات اشتيا وكل ذي محرم لي بوي وفعله غير محرم بو للعصمة معصومة باش برام سنبرا شيعانا لين اي مش معصوما كم سيرا مولانا خالد ناخذ مندي للشعر كان يعني بارتي الشعر هي ما وصل لك كريم بلاي كروت هاكم على سيون خاردني هي او ايش على بارواحي باك اي مي معصوم سيرني مولانا خالد ناخذ بدي او عالم قبره اي
بأرواحي باك أئمة معصوم يجي لشعر كاني أول ما هو سما لك كريم نسويتي لهادي مردان بلى تعليق الأسند نازل مول أبي لم يسر بس شعرك ما هو سما لعبلاي خينته بصوتي خوي زوج خوشي خينته ما لعبلاي تكي بلى وما بلى بلى كذا وي في غمر صلى الله عليه وسلم غير مكروه لندرة وقوع المكروه للتقي من أمتي شنتي في أي واحد تقي لأمتي في غمر صلى الله عليه وسلم للتقي بلى للتقي دي كابرا تقي لأمتي في غمر جناه هناك دونه في أي كابرا اللي بيعرف مرت رسم كان بلاو كل بيوا حاجر بلى نوهش سال تمانية يالا تام مردوه نوش بياني ترق نكرده ما كورا كور اوه كور ربوه تيبا نوش بياني هيچ كاتي الان با دعاي باغ نشو تمزقوتو لب نزقوتا بو باغي داوا نيان پرسيو ماما حاجي بو و ابيان من چاوري بانكم نابي بانك چاوري منك اما وتقي لأمتكي ترتوا باش برا باسا او يعني يعني فعلي في غمر مكروه جن يبو على باوكم لندرة لندرة نادر اشتوى على في غمر روب دا أم لشرحك زياتري شروني كرتو على لندرة وقوع المكروه للتقي من أمتي فضلا عنه مكروه بو كسك تقي أمتك يشرونا دا فضلا عنه شون لو رو أدا باشا وكذلك خلاف الأولى إلا فيما قالوا إن بعض ما فعله لبيان جوازي بلا هند اشتكر يعني بعد ايوه لبيان جوازي وبيان جواز بلا وما كان من فعله جبليا خالصا كالقيام والقعود والنوم ونحوها فواضح إباحته له ولأمته تكي مباحة شون دانش تو شون يعني حتى واجبني ما اقتداء في بكين لو مسائل شخصية شخصية بلا هندك هي الاقتداء فيك دول لويشها مثلا وما وقع بيانا لنص فهو دليل في حقنا او هيك بيان نص به او دليل تو بوير كنتو كقطع يد السارق من الكوع شنتي في غمري خاصه صلى الله عليه وسلم جبريل الكوع يا او يا كوع جوع كوع جمج قبله وما كان من خصوصياته فواضح ان الامه لا تشاركه فيه بعد ايش خصوصياتي او بو وما كان مترددا بين الجبلي والشرعي كذهابه إلى الحج راكبا كشوب حج بسواري ولاخ مثلا ففيه تردد للعلماء لأنه تعارض فيه الأصل كروشتن بفيها المباحة بسواري ولاخ المباحة وهو الركوب الجبلي والظاهر هو كونه وسيلة إلى عبادة فيكون من هذه الجهة مستحبة روشتن بعبادة آية بسواري سنة يا بفيادة سنة تما شايف علي في غمر كي كبسواري الرويوة عليه ما السنة تما شايف كي عليه ما اشتكي شخصية اشتكي مباح يعني كان مترددا يعني بس مترددا عليه والله لا زاني يعني مترددا مترددا دودلي اي اما يعني زانا اي كرة هي مش مترددين اي اما تو حسابي اصلي بوكي اصلي اباحة كي كسواري شاد دروسة وبيادة شاد دروسة يعني حسابي سنتي بوكي سنتي يمر روشتنا بو عبادة مثل ما صار صيكينا وقال الخطيب الشربيني يسن أن يطوف ماشيا ولو امرأة للاتباع دخل في غمري خاصة صلى الله عليه وسلم طوافي كرد ويجوز راكبا للعذري للعذري؟ كالمرض لا ما سعي صفا ومروي بس فاري كرد نك طوافك برشاو برشاو كوتو يعني بس فاري كرد وما سواه جقل معنا إن علمت صفته فأمته مثل في الأصحي وتعلم بنص بلى بلى وتسوية بمعلوم الجهة ووقعه بيانا أو امتثالا لدال على وجوب أو ندب أو إباحة ويخص الوجوب أمارته كالصلاة بالأذان وكونه ممنوعا لو لم يجب كالختان والحد والندب وكونه ممنوعا لو لم يجب كالختان والحد بل ويخص الوجوب أمارته كالصلاة بالأذان وكونه والندبة يعني ويخص الندبة
مجرد قصد عطف بوسر ويخص الوجوبة، يعني ويخص الندبة مجرد قصد القربة إيه؟ وهو كثير. وهو كثير. بلى. ديبا أو كم؟ بناوردي كان. وما سوى ما ذكر في الفقرة السابقة. جيجل لواني كرس فقير رابردوا بيان ما نكرو فعله غير محرم تاكو تاي جيجل لوانا من الجبلي وغيره فعل كان كجبلي وغير جبلين إن علمت صفته من وجوب أو ندب وغيرهما فالأمة مثل في ذلك أجر باش زاني من صفتي أو عمل شونا أو فعل شونا ندب واجبة هي أو أمتي تابعي أون وما كل خلقي خلقي في غمري خاصة صلّم شويش شو الروشني هبو رانا تو تقليدي شو كاين تواني بك يوكو او جبلية بله باش ابراهيم وما سوى ان علمت صفته فامته مثله في الاصح اجل زاني من سنته يعني واجبه باش بتي اعزاني سنته يا واجبه بتي اعزاني وتعرف بامور والصفه تعرف بامور منها لا امران النص كان يقول هذا واجب مثلا هيك اللي قرانا عوتري أن يسوى بين الفعل وبين فعل آخر معلوم الصفة تسوي أم صفة أم فعل فعلك هي منو تتيا مترددين بلان في غمري خاصة صلى الله عليه وسلم شبهانيتي بفعلك واجبة معناها مش واجبة شبهانيتي بفعلك سنة معناها مش سنة بويا أن يسوى بين الفعل وبين فعل آخر معلوم الصفة كان يقول هذا الفعل كالفعل الفلاني والفعل الفلاني علم قد علم أنه مباح مثلا يا واجب مثلا أم يشوفه وابي باش ابراهيم ان يقع بيانا لنص دال على وجوب او ندب او تاني او فعل واقع بيان رون كردنوا بو نص كان نص كيف يشو دال لسر وجوب يا دال لسر ندب يا غيري امانه امش بيان بو او رون كردنوا بو معناها امش حكمي اوي هي باش ابراهيم ويتميز الوجوب ايضا بأمارات وجوبش خوي جاء كاتوا جاء بتوا بكم على أمارات ما بأمارات ما هو واجب أجر بلى أمارات أجر نشانة أويت يا أبو كواجبة أو واجبة كالصلاة بالأذان إذا اشتكى باني بو بدري ما دم باني بو أدري معناها هي واجبة لأن فرائضنا به تشتي باني بو نادري وتاني نوش يجري نش باني بو نادري فيعلم أن تلك الصلاة مكتوبة يعني مفروضة لأن الأذان إنما شرع لها يعني ومكتوبة باش برام وكذلك يتميز الوجوب بأنه في الأصل ممنوع فعله ويخص الوجوب أمارته كالصلاة بالأذان وكونه ممنوعا لم يجب لو لم يجب يا اشتيك في اشتر ممنوع بو حرام بو كتي إسا واجب كراوة لسرمان ديشتيل حرام وباز بدا بواجبون معناها واجبة كالختان والحد إسا باشا قن بريني منال أزيتي منال لادا ليكو حرام ولم لولا واجبة دي أو باز دان أو طفرة قوري لو لتحريم وبو وجوب معناها واجبة اشتيكي تيا يا أما لا بيان نكراوة تو لجي يقولي او منالا ورا بانجيكي ببرا هر قوشتك يجي ببرا خور بخو عزيتي بي شي كارا شاكا كردوها حرام نيا دي ايش خو هروك اوايا اي بو او سنة او ام او واجب او ام هنا لا او تفرع او بازا قلوات يداي ليو بو ابي تجريحي منال حرام نيا اي بو لو واجب معنى اي واجب لا واجبات اي برا حدي شوايا تو يصير دروس ده داره بيل زلامي كشي تبرة بيل صار داري ليه ده من هاي واجب كزين هيك فإن نافل أصل ممنوعان لما فيها من الأذية ويتم ها ممنوعان بلى ممنوعان من شيء من نازم بخور نازم شيء مود ويتميز الندب بأن تدل قرينة على أنه فعله لمجرد قصد القربة أي ندب أو بوي أو اللي هو الندبة يعني ويخص الندبة مجرد قصد القربة إيش الشيء كردوه في أغنى مريخ صلى الله عليه وسلم مجرد قصد قربة كردوه لبر نزيقونه من صلاة وصوم وذكر وغيرها من التطوعات معناه مجرد قصد قربة وعلامات وجوبه يعني معناه سنة باش أبرام وإن جهلت صفته أقر صفتك شي نازان فللوجوب معناه
بوجوب، وقيل للندب، قيل كلمة عدم نزاني ندبة، وقيل للإباحة، وقيل بالوقف في الكل، قيل كلا كرة وقال معنا منهم لهم يا أوسم في جناليهم وفي الأولين مطلقا، قيل كلا باب وقف مع تنيا الأولين يعني حكم وجوب ندب نادين بس تعين حكم إباحة بوين وفيهما إن ظهر قصد القربة، قيل كلا نخير من لوجوب الندب أوستم أجر قصد قربة دركو بين سر شرحك وبراور ديكن. وإن جهلت صفة الفعل ففي ذلك الأقوال التالية، قولي كم هو للوجوب لأنه أحوط احتياطا نزعت معنا به، قيل هو للندب لأنه الغالب من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكان في أغمار صلى الله عليه وسلم زوري بون ندب باش برام، قيل هو للإباحة لأن الأصل عدم الطلب، الأصل في الأشياء الإباحة، توقف بعضهم في الكل عليه مقسيل يناك يعني مطلقا، توقف بعضهم عن القول بالوجوب أو الندب سواء ظهر قصد القربة أم لا، قولك لن باب والله إما أوستين لو نالين أشتواد بنالين مندوبة لواء أوستين بلام لواء كبرين مباحق ناوستين قصد قربة هبه لو في علايان بإما وستاوين لوجوب لندبة بلام توقف بعضهم باله الشام توقف بعضهم عن القول بالوجوب أو الندب إن ظهر قصد القربة، قولك لن إما وقت أوسين لحكم دان بوجوب يا حكم دان بندب أجر قصدي قربة لو فعلا دركو نألين واجبة نألين سنة جنجي نازان بسر كام يعنى ببرين قصدي قربيت يعني، فإن لم يظهر ذلك أجر قصدي قربة هر درنكو فهو للإباحة أو بو إباحة بالي رابو سلموكم خمتوا ونابي، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله.